أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله الحكيم اتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بكفر الشيخ خليل التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم فضيلة القارئ الحاج فاروق أحمد ضيف. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا كتبت علينا القتال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال
ربنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تصبهم حسنة يكونوا هذه من عند الله
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Yeah.
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فما لهؤلاء القوم لا يكاد
ما أصابك من حسنة فمن الله كل من عند الله كل من عند فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن نفسك
وأرسلناك للناس رسولا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي you
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله قاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت
الحي بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية حسيبا. الله لا إله إلا هو إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو لا يجمع لكم من الله حديثا. صدق الله العظيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولو تجد من دونه ملتحدا. استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما انزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا خاشعين صانفين الى ايات ذكر الله الحكيم والتي تلاها علينا وعلى ما سامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية القارب الاذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله
والمقيم بكفر الشيخ خليل التابعة لمركز ومدينة شبيل الكوم فضيلة القارئ الحاج فاروق احمد طيف. فبنذكر حضرات السادة الافاضل عبر موجات اذاعتنا الصوتية والادارة الكهربائية صاحبها الحاج حسن البشتاني المقيم ببرهيم مركز ومدينة بنوك. اشتراك مع المعرض الفني للفراش الكبرى الحديثة صاحبها الحاج محمود شوشة المقيم ببرمشت مركز ومدينة بنوك. ايها السادة تقبل الله عزائكم.